تراهن السعودية على شبكة النقل في موسم رمضان وتدفع بأسطول حافلات نقل تدخل الخدمة حديثا خدمة للمعتمرين وتفتيتا للكثافات وتوزيعها على جميع الاتجاهات الجغرافية المؤدية من وإلى المسجد الحرام. المعتمرين القادمين من خارج مكة المكرمة يتم استقبالهم في مواقف المركبات الخارجية على مداخل مكة المكرمة وعددها 5 مواقف. تستهدف شبكة النقل في رمضان ملايين الركاب عبر 3000 حافلة خصصت خدمتها للمصلين والمعتمرين. تنطلق حركتها من 8 محطات تتمركز حول المسجد الحرام. هذه المحطات هي 3 محطات تستخدم لها مسارات ترددية محددة صافية بدون أي اختلاط بأي مركبات أخرى. هناك مسارات شبه ترددية تختلط قليلا مع بعض حركة المركبات الأخرى، ولكن تعطي الأولوية في الحركة للحافلات. 13 مسارا خصصت للحافلات لنقل المعتمرين والمصلين إلى الحرم المكي طيلة شهر رمضان، تتشاطرها كبرى الشركات في تقديم الخدمة. في بداية الشهر ربما تكون وتيرة النقل أقل حدة من الأيام العشر الوسطى في الشهر المبارك، والعشر الأواخر في رمضان تبلغ الذروة. أنشأت على مداخل مكة المكرمة مواقف سيارات تتسع لنحو 2 مليون مركبة إلى جانب المواقف الترفية لمسارات النقل الترددي، فضلا عن تخصيص ممرات للمشاة تتميز بأنها مظللة ومعزولة عن حركة المركبات. من مكة المكرمة 5 الزراني العربية.